سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا. مهم جدا النقلة دي ليه؟ ومهم الترتيب ده. الحديث مع الناس عن الربوبية قبل الألوهية مهم، الحديث عن صفات الرب قبل التشريعات مهم، يجعلهم يقبلون التشريعات مهم، الاستفاضة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى الخالق الرحيم الرازق الرزاق سبحانه وتعالى المقيت الحليم الملك القدوس السلام المؤمن مهم جدا. الناس يتعرفوا، أن يتعرف الناس على ربهم مهم. الربوبية الحديث مع الناس عن الربوبية قبل الألوهية. أحيانا من الأخطاء أنك تدخل مباشرة إلى افعل ولا تفعل قبل الكلام عن عظمة الله. يعني أول ما نزل من القرآن المفصل الإنسان الأول بيحتاج تهيئة قبل افعل ولا تفعل. وأحيانا الخطأ الآخر الاستفاضة في الكلام عن الربوبية ثم ينتهي الكلام، مفيش أوامر مفيش ألوهية. أيوة طب ما هو الرب لابد أن يعبد، ما هي تشريعات؟ احنا مش يعني ده تصوف فارغ مش تصوف حقيقي، ان هو مجرد عايز يسمع عن ربنا. طب وبعدين انت مش هتنتهي عن الربا؟ لا ما انا حاسس ان انا ايه خلاص شعرت بلذه ايمانيه. لا ما هو مش مكلمك عشان اللذه دي، مكلمك عشان تكون عبد. القضيه مش لذه بتجدها في الكلام عن الله. يعني في احيانا في ناس فعلا بتستمتع بالكلام عن الله لان الانسان ضعيف، وان هو بيأنس بالكلام عن القوي انه بيلجا الى حمى القوي فبيأنس من ذلك. لذلك المشركين حينما كانوا لا يلجؤون إلى الله ولا يعترفون بقدرته، فكان إذا ذكر الذين من دونه يستبشرون، لكن إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ويذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هو بيستبشر ليه بذكر الآخرين؟ يعني دول اللي شايفين هو بينصرهم، هو اللي بينصره وبيقف بجواره ويظن ذلك. أما هذا الذي هو جند لكم، هو معتقد أن في حد ممكن ينصره من دون الله. فلذلك الكلام هنا انتقل من الكلام عن الربوبية إلى الألوهية. أمر في أوامر لازم ننفذها، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هو فقط الذي يأمر، سواء بقى مالك حاكم أيا كان، هو سبحانه وتعالى أمر بذلك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد